أبدأ معك أستاذ مياس ماهر. في البداية أرحب بك والحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. أهلا وسهلا بك. في البداية لو تحدثنا، هل يمكن أن تصف لنا ظروف الاختطاف التي طالتك مع شقيقك أحمد ماهر؟ والله يا أخي العزيز، من منزلنا وعذبنا وأخفينا أصلي منع من الاتصال بالسيارات وعذبنا عذبنا عذبنا كل ما تسجيل وعذبنا وصل حتى بالتصوير. الصوت ليس مياس، أستاذ مياس الصوت ليس واضح، ممكن أن تقعد في مكان يوجد فيه تغطية أفضل؟ نعلم أنه في يعني في عدن لا توجد تغطية جيدة. هل تسمعني الآن؟ الآن أسمعك، تفضل. حدثنا عن ظروف الاعتقال، كيف تم اعتقالكم في البداية؟ وصف لنا كيف كانت يعني كيف تم التعامل معكم في المعتقل؟ أنت تتحدث، سمعت بصفة أو بأخرى أنك تتحدث أنه تم تعذيبكم في المعتقل. نعم نعم أخي الكريم، أخذنا من أنا أخذت من أمام المنزل وأخي دام وأخي من المنزل أخذنا إلى قسم الشرطة وعذبنا. نعم. عذبنا عذبنا كرر أكثر من مرة للتأكيد، عذبنا بكل ما يمكن للمستمعين الكرام أن يتخيلوا. نعم. كل ذلك من أجل اعترافات وهمية، من أجل اعترافات وهمية، من أجل تسكيت أحمد ماهر. نعم. وصل التهديد الكريم إلى تصفية الأسرة، وصل التهديد إلى حبس أبي وابنه في شرطة دار سعد، وصل التهديد إلى ملاحقة أسرتي وتصفير لأهل بيتي. نعم. من أجل أن يواسي أخي ويرضى بكل تهديداتهم ويعترف بكل شيء. وصلت التهديد على الطريق الى ابنة احمد ماهر التي عمرها 3 أشهر. يعني تم اعتقالك انت وتم التنكيل مثلا باسرتك من اجل الضغط على الصحفي احمد ماهر. ما الذي نعم يريد نعم مثلا نعم. السلطات من احمد ماهر بالضبط؟ اريد من احمد ماهر السكوت. قلم احمد ماهر موقع، قول الحقيقه موقعه. نحن في بلد أصبح فيها صحفيا هلا، في بلد لا فيها حريات، يوجد فيها فقط قول ما نريد أو سجن، والتهمة موجودة إرهابي. لماذا يرفض الانتقال مثلا إلى الآن تقديم أحمد ماهر إلى القضاء ليتم مثلا التحقيق معه في ظروف طبيعية بعيدا عن هذه الظروف التي يتم فيها يعني بصفة أو بأخرى إخفاء أحمد ماهر والتحقيق معه بطريقات فيها من العنف، والكل يعلم كيف أرادوا أن يظهر بها الصحفي ماهر من اعترافات باطلة؟ أخي الكريم، نحن نطالب بإعادة التحقيق مع أحمد ماهر قبل تحويله إلى المحكمة. حقق معه ومع أخي من أمام النيابة، أمام مدير الشرطة الذي قام بالاعتداء علينا وأمام أفراده، ويريدون منا إنكار. تخيل أن يحقق معك أمام جنادك ويطالب منك أن ترفض أو أن تقول لا. أين كان هذا بالضبط؟ في مقر شرطة دار سعد، في مكتب مدير شرطة دار سعد هو وأفراده وأمام النيابة. حقق معنا من قبل النيابة أمام مدير شرطة دار سعد وأمام أفراده. كيف يعني، هل يتخيل المستمعون أن تحقق معه من قبل النيابة أمام جلادك؟ أمام جلادك ماذا تريد أن تقول؟ أمام من يهدد شرطك؟ أن يحقق معك من قبل مدير الشرطة ويخبرك إذا لم توافق على ما أجبرتك على القول عليه نعم أسرتك الله يرحمها. يعني تهديد مباشر، إما أن تعترف أو يخضع لمثل هذه التهديدات التي يتم تهديدكم بها. نعم نعم نعم، كان الكلام صريح، الكلام صريح. أقول لك وصل التهديد إلى ابنة أحمد ماهر التي عمرها 3 أشهر، وصل التهديد بخطف ابنته.
لماذا كل هذا التهديد والوعيد لصحفي لا يمتلك إلا القلم أحمد ماهر؟ إلى أين ذهب مثل هذا يعني بهذه الأفعال الإجرامية التي يقوم بها المجلس الانتقالي؟ لماذا؟ أحمد ماهر يمتلك قلم يوقع أكثر من الرصاص فقط ضدهم، مختلف معهم، يضبطهم، لا يمدح، يقول الحقيقة، والحقيقة في بلادنا أصبحت يعني غير موجودة. الكل يبيع أقلامه إلا من رحم ربي. نعم. قلم لابد يا إما أن يكون معهم أو ضدهم، وإذا أصبحت ضدهم يعني يتم التهمه بأي شيء وبأي تهمة إرهاب. وهذا كله يتم في سلطة الميليشيات كما تحدثنا في المقدمة والتقرير. ما هي الرسالة رسالتكم أنتم؟ مدير شرطة لا يخضع إلى تعليمات وزير الداخلية، لا يخضع إلى توجيهات النائب العام، لا يخضع إلى اتصال من كل المسؤولين عنه الذي هم بالأساس في الهرم، في الهرم الوظيفي هم مسؤولين عنه، لا يخضع لأي شخص. أنا فقط مدير شرطة يشتم الرب ويسب ويهتك عروض ناس، كل ذلك. لمن يخضع هذا مدير الشرطة؟ يعني أنت تتحدث أنه يحكم برأسه؟ في وجود الدولة الآن على أساس وجود الدولة، أن الدولة موجودة والمجلس القيادي موجود، كل هذا يحدث في وجود مجلس القيادة. أنت في القيادة ما يحدث. نعم. ما هي رسالتكم أنت مثلا لمجلس القيادة؟ أستاذ مياس، ما هي رسالتك يعني أنتم مثلا وعائلة أحمد ماهر، المجلس الرئاسي والرأي العام والهيئات والمنظمات مثلا المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين؟ أخي الكريم، أول شيء أنا طالب لإعادة التحقيق مع أخي، لأنه تم التحقيق معه، أقولها ثاني مرة، تم التحقيق معه في مركز الشرطة أمام مدير الشرطة وأفراده الذين هم أساسا من قاموا بالاعتداء عليه وبتهديده. نعم. هذا أولا. نعم. ثاني شيء، وطبعا مع الترويح أن أخي حالته الصحية متدهورة بسبب الضرب. نعم. أخي حالته الصحية متدهورة بسبب الضرب، هذا أول شيء. ثاني شيء، أنا طالب المنظمات الإنسانية والحقوقية والمجتمعية بالنزول إلى السجن يتروض أخي. نعم. أنا أطلبهم بالنزول إلى السجن ليروض أخي أحمد ماهر، ليروض صحفي أصبح في لحظة إرهابي، صحفي يناشد من أجل اليمن، ليس له تهمة إلا القلم. نعم. ليس له تهمة إلا القلم، أنه يدافع عن بلاده ويرفض تقسيم بلاده. والجهات المعنية، ما هي رسالتك للجهات المعنية مثلا مجلس القيادة الرئاسي وما إذا والقضاء في عدن؟ مجلس القيادة أخبرهم برسالة واحدة، إن كنتم تريدوا وطن فاحكموا من تحتكم. نعم. فأن تكونوا وطن وأنتم لا تستطيعون أن تمشوا كلمة واحدة هذا ما يجري. نعم، نتمنى أن تصل رسالتك، ونتمنى أن يتم الإفراج عن أحمد ماهر، شقيق أحمد ماهر. الأستاذ مياس ماهر، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك.